إذن مشاهدينا الكرام، نبقى في الموصل لينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا محمد طلال ليطلعنا على آخر مستجدات المحافظة اقتصاديا وأيضا تأثر الحظر الصحي على مجمل الأوضاع المحافظة. أهلا بك محمد، تفضل لك الكلمة. نعم مساء الخير وتحية لكم. في محافظة نينوى يعني لا يزال الحظر الصحي يلقي بظلاله على المواطن الموصلي، خصوصا أنه المحافظة بشكل عام هي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتكرار حظر التجوال بصورة مستمرة يعني أدى إلى يعني زيادة المأساة أو زيادة المعاناة إن صح التعبير على كاهل المواطن الموصلي، إضافة إلى أنه اليوم ربما يعني هناك تجديد يفوق الوصف صراحة هنا في مدينة الموصل. أتحدث يعني هنا اليوم تجديد لا يوصف في المحافظة، يعني الأيام السابقة عندما كان يفرض هناك حظر شامل للتجوال يعني كان هناك نوعا ما تسهيلات البعض، خصوصا نتحدث هنا عن العمال الكسب اليوميين الكذا، لكن اليوم خلال هذا الحظر يعني هذا الحظر مغاير تماما، هناك تجديد غير مسبق، هناك يعني الكثير من التضييق صراحة على المواطنين، بالتالي يعني هذا ما أدى إلى يعني انتشار الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لماذا تعامل نينوى بهذه الطريقة تحديدا، يعني زيارة الحبر الأعظم إلى العراق شاهده أهل مدينة الموصل عبر شاشات التلفزة، ويعني لم يكن هناك تضييقا بمعنى الكلمة، أما في نينوى فلا، الوضعية مختلفة تماما، هناك تضييق وهناك تجديد أمني جدا عالي، بالتالي يعني هذا ألقى بظلاله على الفرد العراقي او الفرد الموصلي تحديدا الذي هو يعاني بالاساس من كثره البطاله ومن الوضع الاقتصادي السيء، وبالتالي يعني كان هناك صراحه يعني احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي ربما هي اصبحت المتنفس الوحيد للمواطن الموصلي. نعم محمد طلال كنت معنا من الموصل، شكرا جزيلا لك.